السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي. انا اليوم جيت نصور معكم هذه الجلابه اللي ديجا كنت كنلبسها، ديال السبور طويله. ها هي بغيت نبدل ليها الموديل وبنحيد ليها هاد الجيوب وندير جوج الجيوب اللي كيكونوا في الداخل. المهم شوفوا الفكره. دابا نطوي الجلابه على جوج قدها. انا ديجا راه عبرت العبار ديالي، هي قديتها عندي في الطول مترو مترو بلا اطفال كل شيء. نستر هنايا قطعتو، نكتب بليض هادشي اللي بقى ليا. غادي ندير بيه الجيوب الجناب. هنايا قطعتها، هي اصلا ايبازين. غادي نحل الجيب، كنحاول باش متجيش دابا فوق التوب، نقطع غير بالخاطر باش مندوش التوب. دابا حليتهم نلقيهم الخيط. دابا غادي نحل الجناب ديال الجلابه باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي نصيب الجيب، كيفاش غادي نمونطيهم في الخياطه. دابا بغيت نجبد غير الخيط. دابا غادي نصيب الجيب. عندي هنايا الباترون ديال الجيب، غادي نحطو. دابا نمشي ندير ليهم السرجي،
باش نركبهم، نوريكم بتاعك كيفاش غادي نركبهم. سيري الجيب. جيب غادي نعبر من تحت ديال التركيز 12 سنتيم، كنجي هنايا كنعبر 15 سنتيم، دابا الجيب غادي نحطو تحت العبار. شدو بالفليتات غنجي من حد هنا نعبر 4 سنتيم، ندير هنايا 15 سنتيم. غادي نبدا نخيط، غنخيط من هنايا اللي درت ليه كرانيج، كرانيتو بالطباشير. غنحبس هنايا باش كراني تسال طباشير، حيت انت هنايا عبرت فيه 4 سنتيم. هنايا كانت فيه 15 سنتيم، هادي نجي نقطع شوية شوي، مقطعش بزاف، تقريبا نص سنتيم. يا دين منطول منطول، ندوز عليه الخياطة هنايا. نحاول نقادو مزيان باش يجيني الجيب مفيني، هذا أسهل جيب، مفيش زعما شي صعوبة باش ودي راه صعيب ولا شي حاجة. دابا نسج غادي ندوز الخياطة،
دابا هو الجبشي هكا كاع ما كيبان الا لابسه الجلابه واش كاين شي هيا ملي كملتها راه كتجي قصيره كتجي مستوره كتلبس مع الكولون مع الجين او ما تجيب